أنا اليوم قدمت ورشة خاصة تابعة لسكاي نيوز عربية أو أكاديمية سكاي نيوز عربية، كان عنوانها هو تطوير التقديم التلفزيوني والحضور التلفزيوني خاصة مع التطورات اللي حاصلة على مستوى الإعلام والتكنولوجيات اللي حاضرة وطريقة التواصل أيضا اللي تغيرت. فقدمنا صراحة ساعة بالنسبة للحضور اللي جو، كان ناس منهم عندهم خلفيات إعلامية وتجربة إعلامية وناس اللي عندهم شغف بالإعلام. بطبيعة الحال قدمنا حتى تمارين وتدريبات على أساس أنه كيف تقرأ، كيف تستخدم صوتك، كيف تستخدم لغة جسدك، بطبيعة الحال كله من أجل إيصال الرسالة. كانت جلسة مثمرة صراحة وحسيت أنه الناس تفاعلوا معها بشكل كبير. بالنسبة للكونغرس العالمي للإعلام، أنا هذه ثاني سنة أشارك فيها، السنة اللي فاتت كانت السنة الأولى، طبيعة الحال كانت ناجحة نجاح باهر وأنا شاركت فيها في إحدى الجلسات، تقديم الجلسات الوزارية. هذه السنة أنا أقدم الورشات، حسيت أنه في تقدم للأمام، طبيعة الحال في تطوير أكثر، في تمثيل أكثر، في حضور حتى بالنسبة للناس بطريقة كبيرة. بالنسبة للأمر المميز فيه أنه لا يقتصر فقط على جلسات تبادل، بطبيعة الحال هذا الشيء مهم، ولكن أيضا على تقديم ورشات، على تبادل الخبرات، على التقنيات والتكنولوجيات الآخر موجود في السوق وطرح في السوق أيضا يمكن الاستفادة منها والاطلاع عليها. اليوم محور ورشتنا كانت عن تقنيات الذكاء الاصطناعي. الحقيقة المقاربة كانت مختلفة قليلا، كانت حول كيف يمكننا التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي كفرد، كأشخاص ومجموعات، وكموظفين في شركات أو قنوات إعلامية كبرى، وهذا مختلف كثيرا. كان صلب الحديث هو تجربة RT الكبيرة في هذا المجال التي بدأت منذ سنوات وتترسخ يوميا، والمجال الآخر هو كيف يستطيع أي شخص محترف الوصول إلى استخدام أمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي للوصول إلى نتائج أفضل في عمله الاحترافي اليومي. وفكرة التعليم المستمر التي وهذه المهارات التي يجب على أي مستخدم، أي محترف، العمل على تنميتها منذ اليوم لدمج هذه التقنيات في بيئة عمله اليومي، سواء كان فردا أو مؤسسة.